بسم الله الرحمن الرحيم كان الكلام في بعض المسائل المستحدثه منها التشريح وعاده يراد منه اما التعلم او معرفه سبب الوفاه عندما يشرح بدن ميت اما ان يكون الغرض معرفه سبب الوفاه كان تكون هناك شبهه جنائيه او للتعلم يقف طلبه العلم طلبه الجامعه يفتحون بدن الميت قلبه كبده كذا ويتعلمون للطب. وهذا اما ان يستلزم شقوقا فقط شق بعد شق او قطع بعض الاعضاء يقطع منه هذا العضو عينه تقلع حتى تفحص اذنه تقلع اصابعه مثلا وهو حرام للمسلم لا يجوز تشريح المسلم سواء اكان للتعليم او لمعرفه ان كان هناك شيء جنائي اما للتعليم فواضح التعليم شيء حسن واحد يتعلم شيء حسن لكن ان يرتكب شيء حرام لاجل الوصول الى فعل حسن هذا غير مقبول، ما لا اقتضاء فيه، لا يزاحم ما فيه الاقتضاء، كذلك لو كانت هناك شبهه جنائيه، شبهه هي اسمها شبهه يعني مو اكيد يمكن يقولون هذا مره واحده طاح مات ما ندري ليش مات، ما ندري. لا لازم ندري خلي نشق بطنه ونفحص ليش لازم تدرون اذا كان ممكن يقولون نخاف احد قاتله حاطله شيء تقدرون تحصلون القضية من دون هذا الفعل المحرم تحطون اجهزة غير ذلك تفحصون لا بأس اما ان يرتكب فعل محرم لاجل الوصول الى شيء قد يكون وقد لا يكون هذا بالنسبه للمسلم بقي الكافر الذمي يعني الذي يلتزم بشرائط الذمه او المعاهد هذا ايضا لا لا يجوز ان يفعل به ذلك نعم قد يقال بالجواز اذا كان دينه يجيز ذلك من باب قاعده الالزام وما شابهها اما المسلم فلا يجوز وهناك ديه ديه لو فعل شخص بالمسلم مثل هذا الفعل الديه شويه نتكلم عنها ديه الميت عاده تكون عشره ديه الحي يعني لو ان شخصا قطع راس رجل وراح يموت قطع راسه هذا فيه الديه الكاملة دية رجل ألف دينار زين إذا قطع رأسه ميت في واحد ميت أجا قص رأسه فيه دية مئة دينار عشر الألف المرأة إذا قطع رأسها وهي حية الدية خمسمائة دينار إذا قطع الرأس وهي ميتة خمسون ديناراً عشر هذا اللي في الجسم منه واحد الانف كذلك اللسان وما في الجسم منه اثنان في الحي كل واحد من الفردين نصف الديه يعني اليدان مثلا اذا واحد قطع يد رجل الدية خمسمائة دينار لأن يعني عنده إيدين يدان كل واحدة خمسمية فإذا قطع يد رجل ميت خمسون دينارا المرأة إذا قص قطعت يدها وهي حية ميتين وخمسين دينار لأن يعني هي المرأة ديتها خمسمية اليد الواحدة ميتين وخمسين فإذا قطعت يد امرأة ميتة خمسة وعشرين دينار كذلك الأذنان مثلا العينان ما في البدن منه اثنان ما في البدن منه عشرة كل واحد عشر الدية في حال الحياة وفي حال الموت كل واحد ديته عشر العشر يعني الآن واحد يجي لرجل حي يقص اصبع من اصابعه الاصابع عشره يقص واحد يقطعه الديه مئه دينار ذهب عشر اذا جاء الى ميت وقطع اصبعه رجل ميت عشر دنانير عشر الديه المراه اذا قطع اصبعها او هي طبعا هنا بعد مو هالشكل يختلف، ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية، يعني اصبع المرأة واصبع الرجل نفس السعر، والاثنين والثلاثة بعدهم ما وصلوا للثلث، من صاروا اربعة رجعت الى النصف، في حديث ابان المعروف. مضمون الروايه ابان يسال الامام الصادق عليه السلام مضمون الروايه قال سالته عن رجل قطع اصبع امراه قال عشر من الابل يعني اذا من الابل الديه هي ميه الابل دنانير الف الابل مئه قال عشر من الابل قلت قطع اثنين قال عشرون قلت قطع ثلاثه قال ثلاثون قلت اربعه قال عشرون ثلاثه ثلاثون اربعه عشرون قال ابان ان هذا يقول للامام عليه السلام ان هذا كان يبلغنا بالعراق فنقول الذي جاء به شيطان قال ما هي ابان انك اخذتني بالقياس والسنه اذا قيست محق الدين قال رسول الله صلى الله عليه واله ان المراه تعاقل الرجل يعني تمشي وياه بالديه الى ثلث الديه فإذا جازت الثلث رجعت إلى النصف إلى الثلاثة بعدها ما صارت ثلث يعني عشر أصابع الثلاثة أقل من الثلث من صاروا أربعة عبرت رجعت إلى النصف زين فالآن إذا أجا الميت قطع أصبع الحي أصبعه مئة دينار ذهب الميت عشر دنانير عشر كذلك بالنسبه للجروح اللي تقدر في الحي اذا جرح لشخص حي هناك شيء اسمه حكومه اسمه ارش الان لو واحد جرح لشخص حي شنو الديه شكثر كثر يدفع يروحون الأهل الخبره يقدرون نسبه الضرر نسبة النقص يعبرون عنه بعضهم نسبة العجز كسر لرجلة كسر إيدة كذا يقدرون الأطباء يقولون نسبة العجز عشرين بالمية ثلاثين بالمية مثلا هذه النسبة تؤخذ من الدية ممكن يقال إذا كان هذا الشخص ميتاً وشق بطنه وشقت أعضائه الأخرى نفس الكلام لكن عشر عشر الحي الحي كثر ياخذوله هذا عشر هل إذا أوصى بأن يشرح بعد موته يمشي لا المفروض لا هذا الفعل محرم حتى لو قلنا أنه يجوز له أن يوصي بأن تؤخذ أعض... يؤخذ بعض أعضائه لأناس آخرين لكن كتشريح مجرد تشريح حتى يتعلمون الطب. أو حتى يشوفون. هذا أحد قاتله لا للمسلم لا يجوز للمسلم لا يجوز بل حتى الكافر المحقون الدم الذمي والمعاهد الا اذا كان في دينهم جائزه نعم الكافر الحربي غير الذمي وغير المعاهد يجوز الان يعني ممكن يجيبون جثه من كذا شخص كافر يجيبون جثته يشتروها من بلادهم ويحطوها بالمختبرات يشرحوها حتى يتعلمون خلي ما يخالف طبعا هناك ايضا بدائل توجد مثلا اشياء صناعيه يصنعون بدن بكامل اجزائه القلب الكبد الرئتان والى اخره وحتى لو بدن انسان حقيقي لكن غير مسلم جائز المسلم لا يجوز تشريحه وصلى الله على محمد وآله